اهلا بحضراتكم من جديد. طيب طبعا كلنا مقبلين على مباراه ختاميه في دوري المجموعات لدوري ابطال افريقيا، مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني. هذه المباراه التي من المقرر ان تقام على استاد الاهلي والسلام بعد مباراتين خلال الفتره الاخيره، سواء مباراه المريخ السوداني او فيتا كلوب اقيم على استاد القاهره الدولي. شركه السادات الوطنيه لاداره المنشات الرياضيه اعلنت عن الشكل الجديد لاستاد الاهلي والسلام، وذلك قبل استضافة مباراة الفريق المقبلة أمام سيمبا التنزاني والمقرر إقامتها الجمعة المقبل في ختام مرحلة دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وظهر الملعب بشكله الجديد بعد أقل من عام على تسلمه من شركة استادات الوطنية التي تتولى ملف الوحدة الاقتصادية للنادي الأهلي. يحمل الشكل الجديد العديد من الرسائل المعبرة عن قيمة القلعة الحمراء الكبيرة في مصر وقارة إفريقيا، بجانب أشهر العبارات المستوحاة من جماهيره العريضة. ويتضمن التعديل الجديد في شكل استاد الأهلي ممرات خاصة بذكريات النادي الكبيرة، سواء محليا أو قاريا أو عالميا، لتخليد تلك اللحظات الرائعة في الوقت الذي تستمر فيه أعمال إنشاءات مقصورة الفي آي بي المطلة على الملعب بجوار مدرجات الدرجة الثانية المواجهة للمقصورة الرئيسية، والتي ستكون متاحة أمام ضيوف نادي القرن عقب الخروج من أزمة كورونا وفتح الملعب لاستقبال الجماهير. من جانبه أكد العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة استادات الوطنية أن الشركة تواصل العمل على مشروعات الوحدة الاقتصادية للنادي الأهلي الساعية لتأكيد ريادة النادي العريق ووضعه على سلم العالمية في كافة الجوانب وليس رياضيا فقط. وأضاف العميد مرجان أن شركة استادات نجحت حتى الآن في قطع شوط كبير في تنفيذ مشروعات الوحدة الاقتصادية بعد تسليم الاستاد وتطوير قناة الأهلي وافتتاح أهل الأقصر كأول روافد النادي في جنوب الصعيد، مشيرا إلى أن العمل لن يتوقف طوال فترة شراكة الشركة مع النادي لتقديم أفضل الخدمات للنادي وجماهيره بمعايير عالمية. استاد الأهلي والسلام تحفة معمارية رائعة زي ما أنتم شايفين في الصور، إن شاء الله هنشوف هذا الشكل كمان صوت وصورة في مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، وبإذن الله بعد انتهاء أزمة كورونا وجائحة كورونا هيكون في شكل مختلف في حضور الجماهير وتخليد كمان الذكريات وتاريخ النادي الأهلي في الممر الرئيسي الموجه لغرف خلع الملابس، وأمور كثيرة جدا خلال الفترة القادمة بإذن الله هتتابعوها من خلال عمل شركة استادات الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية.